بسم الله الرحمن الرحيم. جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فعطشوا عطشا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها. والركوة قلت لكم هو إناء صغير من جلد يجعل فيه ماء للوضوء، فكم تسع الركوة هذه؟ قال فأقبلوا إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فسئل جابر قيل له كم كنتم؟ قال هو لو كنا 100,000 لكفانا، قد يفعل العدد، كنا 15,000. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.